إذن كما ترون جاء حافل الأساتذة اليوم تقتحم مدينة الدار البيضاء انطلاقا من يعني رون بوان ديال درب كبير. كانت المسيرة اليوم مسيرة الجهوية اللي كانت اليوم ختام المحطة ديال البرنامج النضالي ديال التنسيقية الوطنية اللي استرات برنامج تصعيدي. الهدف منه كان الضغط على الحكومة والهدف منه كان هو خضع إقناع الحكومة أنها تحيد من سياسة التعنت وتتنازل على سياسة العدن الصماء وتهبط الحوار باش تحقيق المطالب هو إسقاط المعصومين. المسيرة اليوم هي مسيرة كما نؤكد مسيرة سلمية. سلاحنا هو سلاح السلمية لكن كنتفاجئوا بالقوات القمعية المخزنية كما العادة كتنهى السياسة القمعية. تقمعنا 4 مرات و5 مرات بالهراوات وبالبلطجية اللي كانت حاملة يعني معها سلاح أسلحة بيضاء. يعني والمسيرة يعني اختار الطوق الأمني والمسيرة خلفت يعني إصابات كبيرة وبليغة. يعني وهذا الشيء يندل له الجبين